تمام. تمام. فإذا محاضرة الدكتور جهاد، طبعا أنا الشات كل شوي بوصلني مسج. تمام. كل شوي بوصلني مسج، هسه أنا ما حطلع على اللي حتبعثوه، يعني خلينا نبلش بالشرح، وإن شاء الله يعني بعد ما أشرح كل جزء أترك مجال للأسئلة، إذا حد عنده أسئلة حتى نجاوبها. وزي ما حكيت لكم، محاضرة الدكتور جهاد أهم أنكم تركزوا عليها، لأنه محاضرة الدكتور سميح يعني أنا لو علي، يعني لو مثلا بدي أدرس دراسة امتحان فقط، هو يعني تقريبا بس 10 معلومات اللي بتهمني من كل سلايد، لأنه الباقي فقط بذكر الأسماء المحاضرات، وهذا الإشي ما بيهمني، وحنشطبه إحنا وإحنا بنشرح، فما حيكون تركيزي عليه. فإحنا خلينا نفهم محاضرة الدكتور جهاد بالبداية، نبلش فيها الانترودكشن للدكتور جهاد. طبعا دكتور جهاد طبيعة أسئلته من السلايد أسئلته سهلة وأسئلته مضمونة، والدكتور سميح برضه نفس الإشي. دكتور جهاد بده تعب أقل، الدكتور سميح برضه بده تعب أقل، ولكن النتيجة مضمونة. الدكتورة نسرين حتعطيكم إن شاء الله من يوم الأربعاء الأمينو أمينو أسيد. الدكتورة تبعوا معاها، شرحها ممتاز، الريكورد تبعها ممتاز، اتعبوا شوي عليها المادة تبعت الدكتورة نسرين حتضمنوها 100%. ومادة الدكتور سمير صراحة هي الأكثر إشي بدها تعب، الريكورد والسلايدات بدهم متابعة أول بأول. هاي بالنسبة للدكتور سمير. إحنا خلينا نبلش، وأي حدا بده نصائح بخصوص مادة البيوكيم يعني يتواصل معي لبعدين. هسه خلينا نبلش في المحاضرة. محاضرة الانترودكشن حنقسمها قسمين للدكتور جهاد. الجزء الأول حنحكي عن البفرنج سيستم أو المحلول المنظم، والقسم الثاني حنحكي عن أنواع الروابط اللي حتقابلنا خلال الفصل هذا. اول شيء حنبلش بالبفرنج سيستم او المحلول المنظم. انا حسب ما حقول انه المحلول المنظم كان محذوف عندكم، فانا قدر الامكان وقت التوجيهي قدر الامكان احاول ابسط لكم الموضوع، اوضح لكم الفكره وشو المطلوب منا نعرفه. بالبدايه الاسيد، كلنا بنعرف الاسيد هو الماده يلي بتمنح الهيدروجين، المادة اللي بتمنح الهيدروجين بحكي عنها الأسيد. بسمي الهيدروجين بروتون. ليش بسمي الهيدروجين بروتون؟ لأنه زي ما بنعرف إنه الهيدروجين بيحتوي على 1 إلكترون وان بروتون. لو فقد الالكترون تبعته بصير بوزيتيف، وبصير بسميه ايش؟ بيحتوي على فقد وان بروتون، فعشان هيك بحكي عنه بروتون. فاذا حكينا هيدروجين ايونز او حكينا بروتون فهو نفس المسمى، وين ما تسمع بروتون بيكون المقصود فيه الهيدروجين ايون. بالنسبه للاسيد حكينا هو اللي بيمنح الهيدروجين، بينما البيز هو اللي بيستقبل الهيدروجين، وهي اساسيات كلنا عارفينها. وزي ما بنعرف البي اتش وزي ما بنعرف البي اتش ليش بنستخدم احنا البي اتش؟ لسه الصوت عندكم مش واضح. اذا الاسيد هو اللي بيمنح الهيدروجين، والبيز هو اللي بيستقبل الهيدروجين. هسه تركيز الهيدروجين في المحلول بعبر عنه بهاي الإشارة اللي كلنا بنعرفها، اللي بتمثل لي concentration of hydrogen. هسه تركيز الهيدروجين في أي محلول بتكون، يعني بس نيجي نحسبها بالأرقام بتكون أرقام كثير كثير صغيرة، 0.0001 تقريبا، يعني هذا تركيز الهيدروجين. فأنا بالرياضيات وبالميديكال ما بحب أتعامل مع هاي الأرقام. هاي الأرقام يعني فينا نكتبها بشكل ثاني عن طريق على شكل الأسس، 10 باور كم، 1 2 3 4 5 تقريبا، ما مش تحت على الشمال، تحت على الشمال. تمام. فأنا 10 ماينس 5 هيك بعبر عنه بالأسس. فأنا بتجنب إني أتعامل بالأسس في حالة بالرياضيات وفي الطب، بتجنب أتعامل مع الأسس. كلنا بنعرف حتى أتخلص من الأسس بستخدم اللوغاريتم. فأنا طلعنا قيمة جديدة، بدل ما نستخدم الكونسنتريشن الهيدروجين ال 0.0001، لا بستخدم إشي أبسط بسميه البي اتش. بي اتش البي نسميها بي فاليو او بوتنشال اوف هيدروجين. البي اتش هي عباره عن اللوغاريتم
للكونسنتريشن اوف هيدروجين، الماينس لوغاريتم للكونسنتريشن اوف هيدروجين. فبهاي الصوره انا بقدر احول الرقم الجدا صغير عندي ومكون من اسس كبيره احوله لرقم بسيط، لخمسه وسته ارقام بسيطه كثير سهل علي اني احفظها وسهل اني اتعامل معها. فاذا اول شيء عرفنا البي اتش انا بستخدمه حتى اعبر عن الكونسنتريشن اوف هيدروجين الموجود عندي في المحلول، فبستخدم البي اتش البي فاليو للهيدروجين كونسنتريشن. هذا هو الهدف من البي اتش فقط لا غير. ولا يعني لو كان عندي اسهل اني استخدم الهيدروجين كونسنتريشن ما كان جئت للبي اتش. ونفس الشيء حنحكي عن الكي اي والبي كي اي. الكي اي ارقام جدا صغيره بهاي الصوره بتكون. هاي الارقام الصغيره انا ما بعرف اتعامل معها يعني وصعب التعامل معها، فانا بحولها لبي كي اي. فنفس الفكره بستخدم اللوغاريتم لحتى اتخلص من الاسس ويعطيني ارقام صحيحه سهل التعامل معها. اذا عرفنا اول شيء من وين اجت البي اتش، عرفنا الاسيد وعليه عرفنا البيز. البي اتش نرجع للبي اتش والهيدروجين كونسنتريشن. اذا بنلاحظ كل ما نزلنا للاسفل الهيدروجين كونسنتريشن بتقل، كان واحد كان صارت 0.1 صارت 0.001 فبتقل تركيز الهيدروجين كل ما نزلنا لتحت للاسفل. بالمقابل لو نطلع للبي اتش كل ما نزلنا للاسفل ايش بصير لقيمه البي اتش؟ حتزيد قيمه البي اتش. سجلوها هاي، كل ما زاد تركيز الهيدروجين قيمه البي اتش حتقل، كل ما زاد كل ما قلت التركيز الكونسنتريشن اوف هيدروجين تركيز البي اتش او قيمه البي اتش حتزيد. هاي النقطه نحفظها ونعرفها مهمه كثير حتمر معنا يعني خلال الثلاث سنوات حتسمعوها دائما، فاحنا نفهمها من هسه لحتى الاساس يكون عندنا ممتاز. فالبي اتش علاقتها عكسيه مع الهيدروجين كونسنتريشن. تمام، نجي نرجع للكلام للتعريف اللي حكيناه بخصوص الاسيد. حكينا الاسيد هو بيمنح الهيدروجين، يعني ما دام هو هذا المركب بيمنح الهيدروجين انا شو بتوقع منه؟ انا بتوقع انه هذا المركب يحتوي على هيدروجين كثير، فانا وين بتوقع اكثر؟ بالوسط الحمضي ولا بالوسط القاعدي بيكون في عندي تركيز الهيدروجين اكثر؟ فانا بتوقع ان تركيز الهيدروجين اكثر في الوسط الحمضي، فانا بتوقع الكونسنتريشن اوف هيدروجين اكثر بالوسط الحمضي وتركيز الهيدروجين اقل في الوسط القاعدي. بالتالي لما اجي احكي الوسط الحمضي بدي اعبر عنه بالبي اتش، هل بستخدم له رقم كبير ولا رقم صغير؟ بستخدم له رقم صغير، لانه حكينا العلاقه عكسيه بين الكونسنتريشن اوف هيدروجين والبي اتش. فاذا نيجي نطلع على البي اتش، لما نحكي 7 فهو نيوترال، لا هو حمضي ولا هو قاعدي هذا المركب. نعرف هذا الرقم 7 هو مركب متعادل، لا هو حمضي ولا هو قاعدي. كل ما قللت البي اتش كل ما الحموضه زادت عندي، يعني زاد عندي تركيز الهيدروجين يعني زادت الاسيديتي. والعكس صحيح، كل ما زاد البي اتش يعني انا قللت الهيدروجين كونسنتريشن يعني قللت نسبة الهيدروجين، بالتالي صار المركب قاعدي أكثر. هاي هي الفكرة من البي اتش. مهم، إذا خلاصة أول سلايدين إنه نعرف البي اتش هو بيمثل لي ماينس لوغاريتم للهيدروجين كونسنتريشن من ناحية، ومن ناحية ثانية العلاقة بيناتهم عكسية. ومن 6 وتحت بعتبره أسيديتي، ومن 8 وفوق بعتبره ألكالين، والسبعة نيوترال. الكلام يعني بيز يعني قاعدي. تمام، وهنا برضو هذا مثال عملي على المعادلة تطبيق مباشر. طبعا الأرقام مش حفظ معنا، بس مطلوب منا نعرف انه مثلا اللوغاريتم للعشرة ماينس فور، كلنا بنعرف يعني حتى نحل اللوغاريتم بنطلع الماينس فور لبرا بصير ماينس فور، في عندي ماينس في الخارج، ماينس مع ماينس بتصير ايش؟ بلس أربعة. هيك هذا المطلوب مني اعرفه، ولكن اعرف اللوغاريتم 3.2 مش مطلوب مني. وللعلم يا جماعه من هنا لا برضه لا تخلصوا سنه ثالثه، احنا في الطب العمليات الحسابيه كلها عمليات حسابيه بسيطه، ما بيهمني اجي اختبرك بالرياضيات هل انت بتعرف تحسب ولا لا، هل انت حافظ خصائص اللوغاريتمات ولا لا، ما بيهمني. انا بيهمني انت عارف القاعده، انت عارف شو بتعمل، فالارقام تيجي بسيطه، فما تخافوا من شغله الارقام. فاذا اول شغله حكيناها البي اتش وخصائصها، ممكن يجي عليها سؤال. الشغله الثانيه ممكن يجي تطبيق عملي يعطيني البي اتش، يعطيني الهيدروجين كونسنتريشن ويحكي لي احسب لي البي اتش، بحسبها عن طريق الماينس لوغاريتم للهيدروجين كونسنتريشن. وهي العمليات الحسابيه مش مطلوبه منا نحفظ ارقام انه لوغاريتم 3.2 يساوي نص، نهائيا مش مطلوب. فبطلع عند البي اتش 3.5. طبعا انا اسهل علي احفظ البي اتش 3.5 ولا 3.2 مضروب في 10 للباور ماينس 4،
طبعا لا، الاسهل اني احفظ 3 ونص البي اتش، فهذا هو الهدف اني احول من الهيدروجين كونسنتريشن للبي اتش. فهي اول نقطه عندنا. هسه نيجي للديسوسيشن كونستانت اللي هو الثابت التأيون. احنا بنحكي على الكي اي، فلما نحكي على الكي اي فاحنا بنحكي فقط الويك اسيدز، الحموض الضعيفه، ما بنجيب سيره الحموض القويه او القواعد. القواعد كي بي، كي بي مش موضوعنا فما تدخلوا حالكم فيها، احنا خلينا كل تركيزنا على الحموض الضعيفه. تمام. الديسوسيشن كونستانت او ثابت التفكك بيعبر لي عن قوه الحمض، بيعبر لي عن قوه الحمض انه يتفكك ويكون لي قاعده مرافقه، الكونجيجيت بيز والهيدروجين ايون او البروتون. حكينا الهيدروجين ايون، ليش الايون؟ يعني فقد الكترون وفيش عنده غير الكترون واحد، فظل عنده بروتون فبسميه بروتون. فلما تسمعوا بروتون يعني هيدروجين ايون، هاي برضه يعني حتسمعوها كثير حتى تكونوا عارفينها. فاذا الديسوسيشن كونستانت او الكي اي بيمثل لي قوه الاسيد على التفكك. كل ما كانت قوة الأسيد على التفكك كبيرة، كل ما كانت الـ KA كبيرة. هسا هل أنا ممكن أطبق الـ KA على الـ Strong Acid على الحموض القوية؟ ما بقدر أطبقهم. ليش؟ قبل ما نحكي ليش، خلينا نحكي المعادلة اللي بحسب منها الـ KA. الـ KA بيساوي لتركيز المواد الناتجة، طبعاً هون في الهيدروجين كونسنتريشن. زي ما بنعرف إنه زي ما حكينا تركيز الهيدروجين جداً 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 قليل، فعشان هيك أنا بعتبره قيمة مهملة، ولكن أنا هون بدي إياها لأنه حتفيدني حتى أشتق الهاندرسون إكويجن، المعادلة هاندرسون اللي حنحكي عنها كمان شوي. فالـ KA بتساوي لتركيز المواد الناتجة على تركيز المواد المتفاعلة. هاي هذا هو الـ KA، تركيز المواد الناتجة على تركيز المواد المتفاعلة. فأنا لما أجي أحكي strong acid، إيش يعني strong acid؟ أخذنا إنه بنعرف من أيام التوجيه إنه strong acid أو الحمض القوي هو الحمض الذي يتفكك بشكل كامل في المحلول. فأنا لما أجيب مثلاً HCl لما أجي أحطه في المحلول حيتفكك للكلورايد وهيدروجين، ما حيظل إشي من HCl، فتركيز HCl شو صار؟ زيرو. فأي إشي تقسيم زيرو infinity، فاذا قيمه غير معرفه انفينيتي. فما بستخدم الكي اي للسترونج اسيد، فقط للويك اسيد. الويك اسيد لازم يحقق لي شرطين حتى احكي عن ويك اسيد. اول إشي ما يصير له تفكك كامل، يكون بارشالي، هاي ليميتد، بارشالي ديسوسييتد، يكون ليميتد يعني، هاي الشرط الاول. الشرط الثاني يكون باتجاهين، فهاي عندكم عدلوها، يعني هي مش دقيقه كثير، يعني لازم يكون التفاعل باتجاهين، يكون التفاعل باتجاهين، هي أول نقطة. والنقطة الثانية يكون عندي التفكك مش كامل. ليش التفكك مش كامل؟ حتى يكون في عندي تركيز متبقي من الحمض، وفي الكونجيجيت بيز التركيز تبعه حتى أقدر أقسمهم وأطلع الكي اي. فإذا الكي اي بخص الويك أسيد اللي بيمتاز بأنه ما بتفكك بشكل كامل، هاي النقطة الأولى. وثاني إيش بيكون التفاعل باتجاهين. هسه نيجي نحكي عن البافرنج سيستم او المحلول المنظم. ايش هو المحلول المنظم وشو الفائده المحلول المنظم؟ المحلول المنظم هو عباره عن حمض ضعيف بالاضافه الى قاعدته المرافقه. الهدف منهم انه يقاوم لي اي تغير في البي اتش، اي تغير في الحموضه. ان مثلا انا اجيت عندي هذا المحلول المنظم، نعتبره محلول منظم، انا ضفت اسيد وهنا ضفت قاعدة. لما اجيت ضفت اسيد، الاسيد شو حيعمل بالحموضة بالبي اتش؟ حيقللها البي اتش، صح ولا لا؟ حيقلل البي اتش. والقاعدة لو ضفتها حتزيد البي اتش. وهنا بيجي دور ايش؟ البافرنج سيستم، المحلول المنظم، انه بيقاوم التغيير في قيمة البي اتش. فلما يدخل حمض حيجي الكونجوجيت بيز يتفاعل مع الحمض فبيمنع انه يصير تغير في البي اتش. ونفس الاشي لما تدخل قاعدة حتتفاعل مع الحمض فبيمنع تغير البي اتش. هذا هو الهدف من المحلول المنظم، اني احافظ على البي اتش ثابته اذا دخل عليها اي حمض او قاعده خارجيه. هذا هو الهدف الاساسي، وهذا شيء كثير مهم في الجسم عندنا، خاصه في الدم. الدم لازم يكون البي اتش تبعه ثابت من 7.3 ل 7.4 تقريبا، لازم يكون بهذا الرينج لحتى تكون الانزيمات شغاله بشكل ممتاز، لحتى كل التفاعلات تكون ممتازه. اذا قل عن هذا الرقم او زاد عن هذا الرقم حيصير لي مشاكل. فهذا هو الهدف من البافرنج سيستم. وحكينا هدف البافرنج سيستم انه ريزيستنس للتشينج في البي اتش في حال ان ضفت اسيد او في حال ان ضفت قاعده. لحد الان في حدا عنده مشاكل؟ اذا حدا عنده مشكله اكتبها على الشات بشكل سريع، اذا ما في مشكله اكتبه تمام لحتى نكمل.
في حد عنده مشكلة باللي حكينا لحد الآن؟ والله حكوا لي خلص المحاضرة بساعة المحاضرتين، أنا عشان هيك شادد، ولا بالعادة بشرح بطيء. تمام، أنا حأحاول يعني إنه توصل المعلومة لكم، وبرضه بتكون ما بدي إياكم تملوا، أنا إذا بسحب بسحب والله. تمام، حكينا نجمع معلوماتنا، حكينا الأسيد هو اللي بيمنح لي الهيدروجين. تمام، حكينا عن الكي إيه، انا بطبق الكي اي بوجود الويك اسيد والكونجوجيت بيز، وحكينا عن البفرنج سيستم. حكينا البفرنج سيستم، خل اكتبوا هاي الشروط، شروط البفرنج سيستم. اول شرط للبفرنج سيستم ان يكون عندي ويك اسيد اند كونجوجيت بيز. ثاني شرط يكون التفاعل باتجاهين. يجي زي ما مثلا نكتب هون الاتش سي ال، مثلا خلينا هون عندي هذا المحلول، ضفت HCl لمحلول، صار في تفكك، صار عندي تفكك كامل لل HCl، كون لي كلور وهيدروجين. الكلور هذا بعتبره الكونجيجيت بيز، وهذا الاسيد، الاسيد خلص راح، بطل في عندي اسيد في المحلول، فبس عندي كونجيجيت بيز. هنا سؤالي كالتالي، هل ممكن اني استخدم السترونج اسيد كمحلول منظم؟ الجواب لا. ليش؟ لانه زي ما حكينا نعتبر انه هذا عندي هذا المحلول بيحتوي، حطيت فيه HCl، HCl تفكك بشكل كامل، فصار عندي فقط كونجوجيت بيز. جيت انا ضفت حمض وضفت قاعده، الحمض اللي ضفته حيتفاعل مع الكونجوجيت بيز وحيمنع التغير في البي اتش، صحيح؟ صحيح. بينما القاعده اللي ضفتها لازم تتفاعل مع حمض. طب هل في حمض موجود عندي بالمحلول انه تتفاعل معه؟ ما في، لانه الاتش سي ال حكينا حمض قوي فتفكك بشكل كامل، فما في عندي حمض بهذا المحلول، فالقاعده لما تدخل حتغير لي البي اتش، فبطل هذا محلول منظم. فاذا الشرط الاساسي في المحلول المنظم انه يكون ويك اسيد. ليش ويك اسيد؟ لحتى ما يصير له تفكك بشكل كامل، لحتى يكون عندي نسبه ال يكون في عندي تركيز من القاعده وتركيز من الحمض. هاي بخصوص النقطه، انه ليش اني بيهمني ويك اسيد مش سترونج اسيد، هاي النقطه الاولى. النقطه الثانيه، هل انا بيهمني تركيز الحمض وتركيز القاعده يكونوا بنسبه معينه؟ طبعا بيهمني. ليش؟ خلينا نحط مثال، مثلا هون ثاني. تمام، فإذا إحنا خلينا نحط هون، نحط مثال، عندي ثلاث محاليل، نحكي عندنا HA حمض ضعيف H بلس A ماينس، هاي هي الكونجوجيت بيز، وهذا هو الأسيد الويك أسيد. فأنا جبت HA بتركيز 20 مول، نحكي خلينا بالمولات بحيث انه تكون حساباتنا مفهومه. حكيت انا 20 مول، لما حطيت ال HA في المحلول الاول اتفكك ال HA واعطاني خمس، هاي ال HA هون كونسنتريشن لل HA، هون الكونسنتريشن لل A ماينس، اذا هاي كونسنتريشن لل HA وكونسنتريشن لل A ماينس اللي هو هون الحمض وهون القاعده المرافقه. لما حطيت ال HA 20 مول من ال HA في المحلول الاول اتفكك عندي، اعطاني 15 HA و5 من الكونجوجيت بيز. بالمحلول الثاني، هاي نسميه واحد، هاي المحلول الثاني، هاي المحلول الثالث. بالمحلول الثاني اعطيت 20 مول من ال HA، اتفكك ال HA ضل منه خمسة مول، وبينما القاعدة المرافقة تكونت 15 مول. تمام؟ بالمحلول الثالث لما حطيت 20 مول من الـ HA صار عندي تفكك 10، وضل 10 من الـ HA ما تفككوا. تمام؟
هسه هنا ايش بيهمني هذا الحكي؟ هنا بدي اعرف هل انه الريليشن بين الكونجيجيت والكونجيجيت بيز والاسيد هل هو مهم بالنسبه لي؟ خلينا نشوف. خلينا نجي على المحلول الاول. انا بدي هون بدي اثبت رقم 10 اسيد, نحكي اسيد, و10 بيز. عندي 10 مول بيز و10 مول اسيد, هذول ايش؟ خارجيات من عندي. جبت ال10 مول بيز وضفته للمحلول الاول, هيجي ال10 بيز 10 مول بيز يتفاعلوا مع ال15, حيستهلكوا منهم 10, حيضل عندي 5. فاذا هل الاسيد قدر انه يقاوم التغير في الحمض, التغير في القاعده اللي ضفتها؟ قاوم التغير فحافظ على البيئه الثابته. نيجي للأسيد. لما أنا ضفت أسيد 10 مول من الأسيد, إجا يتفاعل مع الحمض, مع القاعدة المرافقة. الأسيد إجا يتفاعل مع القاعدة المرافقة, عندي 10 مول من الأسيد, تفاعل مع 5 مول من القاعدة, هل حيقدر إنه يقاوم هذا التغير؟ حيقدر يقاوم لخمسة بس, لحد 5, ويظل عندي 5 من الحمض ما لهم مكان انهم يتفاعلوا فيه, فحيعملوا لي تاثير على المحلول هذا ويقللوا لي البيئه تبعته. فاذا هل ادى المحلول المنظم وظيفته انه يعمل ريزيستنت للاني تشينج للبي اتش؟ ما ادى وظيفته. فاذا هون ممكن نعتبر الرقم 1 مش محلول منظم ممتاز, لا يعني نعتبره مش جيد هذا المحلول المنظم. نيجي للمحلول المنظم الثاني. اللي ما فهم النقطه الاولى ممكن هي حعيدها على النقطه الثانيه, ركز معي. عندي القاعدة تركيزها 15 مول والحمض 5 مول. أنا أجيت ضفت حمض بتركيز 10 مول, هل المحلول هذا حيقدر يواجه التغير اللي ضفته أنا 10 مول من الحمض؟ حيقدر يواجه, لأنه عنده هو أصلا 15 قاعدة, فال 15 حتغلب ال 10, حيقدر يتغلب على التغير في البي اتش. ولكن بالنسبة للبيز, البيز حيتفاعل مع الأسيد, عندي كم الأسيد؟ 5. طب البيز اللي ضفته أنا 10, هل العشرة, هل الخمسة حتقدر تغلب العشرة؟ ما حتقدر تغلب العشرة, فالبيز هيعمل لي تأثير على المحلول ويزيد للبي اتش. البيز حكينا بيرفع البي اتش والأسيد بيقلل البي اتش. فإذا هل رقم 2 إذا اعتبرته بافرينج سيستم أو محلول منظم, هل أدى للوظيفة اللي هو مطلوب منه؟ لا, ما أدى للوظيفة اللي هو مطلوب منه. فإذا أنا ما بعتبره effective buffering system, مش محلول منظم فعال بشكل ممتاز. نيجي للمحلول المنظم الثالث اللي أنا حطيته. هل بلشنا بالأسيد, عندي 10 مول من الأسيد حتتفاعل مع البيز, مع 10 مول من البيز, 10 ب 10 حيلغوا بعض, حيقام الريزيستنت في البيئة الشينج. بينما البيز, ضفت البيز حيتفاعل مع الأسيد, 10 مول من البيز مع 10 مول من الأسيد حيلغوا بعض, فبالتالي هيعمل ريزيستنت للبي اتش, ريزيستنت للتشينج في البي اتش. تمام, هيعمل ريزيستنت. بالتالي انا بشوف انه المحلول الثالث قدر انه يقاوم للتغير في حال انه ضفت اسيد, وقدر انه يقاوم للتغير في حال انه ضفت قاعده. فهذا هو الهدف من المحلول المنظم, انه يكون عندي القدرة على أنه يقاوم إضافة أي حمض, ويكون عنده قدرة يقاوم إضافة أي قاعدة. إذا خلينا نضيف نقطة للنقاط اللي حكيناها من شروط البافرينج سيستم, أنه يكون عندي تركيز الويك أسيد يساوي لنا تركيز الكونجوجيت بيس. هاي اكتبوها, هاي حتجيكوا سؤال في الامتحان. يعني هاي أنا يعني بحاول ألخص لكم النقاط اللي ممكن تجيكوا سؤال في الامتحان. فالكونجوجيت أسيد يساوي لنا الكونجوجيت بيس, أقصد الويك أسيد يساوي لنا الكونجوجيت بيس. هذا هو الإفكتيفنس بافرينج سيستم, زي ما احنا هنا شفنا المثال, عطينا المثال وكان واضح بالنسبة لكم. في أحد عنده مشكلة بالمثال قبل ما انتقل على النقطة اللي بعديها؟ تمام. هسا انا هانتقل. هسا احنا حكينا عن البي اتش, حكينا عن الكي اي, وحكينا عن البي كي اي. حكينا البي كي اي هو الماينس لوغاريتم للكي اي, حكينا المستخدمه لتوضيح او لتسهيل التعامل مع الارقام. طيب احنا حكينا البي اتش, وحكينا الكي اي, حكينا المواد المتفاعله, حكينا المواد الناتجه. طيب انا بدي معادله, هاي المعادله تجمع لكل هاي المتغيرات بصيغه بسيطه اقدر اني استخدمها لحتى اطلع العلاقه بين المتغيرات هاي. فعندي هاي المعادله اسمها الهندرسون ايكويشن.
هذا العالم طلع بهاي المعادلة اللي بتوضح لي الريليشن بين البي اتش والبي كي اي. انا اشرحها بشكل سريع جدا لهاي المعادلة لانه يعني قصدي كاشتقاق يعني مش مطلوب منكم، ولكن حاشرحها بشكل سريع للي بيحب انه يفهم من وين جبنا هذا الكلام. احنا اول شيء احنا حكينا هذا الكي اي، الكي اي زي ما حكينا ما في عندي اي مشكلة فيه، حكينا الكي اي يساوي لنا المواد الناتجة على المواد المتفاعلة، عملت ضرب تبادلي، هاي عندي المواد الناتجة صارت هون والمواد المتفاعلة هنا مع الـ KA هون حكينا هون. بعدها مندخل اللوغاريتم، مندخل اللوغاريتم على الطرفين، اللوغاريتم للطرف الأول، اللوغاريتم للطرف الثاني. إيش الملاحظة الأخيرة؟ الملاحظة الأخيرة إنه لحتى يكون الـ buffering system effective لازم يكون الـ concentration of acid أو weak acid يساوي لنا الـ concentration of conjugate base. هاي ملاحظة مهمة، هسه كمان حنثبتها رياضيا. تمام، اذا بعد ما دخلت اللوغاريتم على الطرفين، من خصائص اللوغاريتمات بالضرب بتوزع بصير جمع، فانا بس وزعت اللوغاريتم للداخل صار عندي اللوغاريتم للهيدروجين كونسنتريشن بلس اللوغاريتم للA ماينس، بعطيني اللوغاريتم KA واللوغاريتم HA. انا بس وزعت اللوغاريتم، هسه بس بدي اعيد ترتيب الحدود. عدت ترتيب الحدود، نقلت ال A بلس A ماينس للطرف الثاني، هي صارت ماينس هنا، نقلت هون ماينس ماينس، فبس انا عملت هون اعاده ترتيب الحدود. هون عملت حركه بسيطه بس لحتى يصير الشكل واضح بالنسبه لي، ضربت بسالب واحد كل القيم، اللوغاريتم الهيدروجين كونسنتريشن ضربته بسالب واحد فصار سالب لوغاريتم، اللوغاريتم كي اي ضربته بسالب صار سالب لوغاريتم، واللوغاريتم اتش اي ضربته بسالب صار سالب لوغاريتم اتش اي، والسالب السالب صار موجب لوغاريتم اي. هنا بشو بذكركم هذا ال هذا المقدار بشو بذكركم؟ الماينس لوغاريتم للهيدروجين كونسنتريشن اللي هو البي اتش، والماينس لوغاريتم للكي اي اللي هو البي كي اي. خاصية اللوغاريتمات بالطرح بصير قسمة، فبقسم الـ A minus concentration على الـ HA concentration، وهيك احنا بنكون طلعنا الـ Henderson equation وشوفنا العلاقة بين الـ BH والـ BKA. تمام، حلو الكلام. هسا هون نجي احنا حكينا شو أهمية شو الـ effective حكينا effective buffering system اللي بيكون تركيز الـ conjugate، بيكون تركيز الـ conjugate يساوينا تركيز الـ weak acid، يعني A- تساوينا الـ HA. هذا حكينا أفضل buffering system. تمام، نفترض خلينا نحط أرقام من عندنا زي ما حكينا 20 صارت هون 10 وهون 10، فبدي أعوض. خلينا نعوض، لما نعوض الـ concentration للـ A minus 10 على الـ concentration للـ acid 10، 10 10 على 10 1، فاللوغاريتم 1، اللوغاريتم 1 للأساس 10 كم؟ 0، فإذا هون القيمة 0، هون شو صار عندي؟ الـ BH تساوينا الـ BKA، BH تساوينا الـ BKA، وهذا الإشي المنطقي اللي إحنا حكيناه والمكتوب بالسلايد عندكم، من وين إجت؟ ليش إنه الـ BH لما تساوي الـ BKA بيكون أفضل buffering system؟ لأنه بيكون عند هاي النقطة اللي BH تساوينا الـ BKA بيكون عندي تركيز الـ weak acid يساوينا تركيز الـ conjugate base. فعشان هيك الـ maximum effective buffering system بيكون لما الـ BH تساوينا الـ BKA، هاي إحنا أثبتناها رياضياً وأثبتناها من خلال التجربة. تمام، هون هعيدها بشكل سريع. حكينا البي اتش تساوينا بي كي اي بلس اللوغاريتم الكونسنتريشن للكونجوجيت بيز على الكونسنتريشن للويك اسيد. حكينا بدي اطلع، اعطاني الكونسنتريشن 10 هون وهون 10، بس هون اختصرت 10 ب 10 1، صار عندي اللوغاريتم 1، اللوغاريتم 1 يعني لازم نكون حافظينه، اللوغاريتم 1 الاساس 10 هو الصفر، فصار عندي 0، فصار بي اتش يساوي لنا بي كي اي بلس 0. حاستمر بالشرح، ليه ما حاستمر؟
تمام. بلس زيرو، فهون البي اتش تساوي البي كي اي. فهون فهمنا احنا، احنا ما حفظنا، احنا ما بدنا نحفظ، احنا بدنا نفهم، بدنا نفهم، بدنا نفهم ما بدنا نحفظ. فاذا شفنا من وين اجت البي اتش، من وين اجت الريليشن لها مع البي كي اي، وليش عرفنا، ليش انه لما يكون بي اتش تساوي البي كي اي افكتيف، ليش؟ لانه عند هاي النقطه بيكون الكونسنتريشن للويك اسيد يساوي لنا كونسنتريشن للكونجيجيت بيس. وحكينا طب ليش هذا الشيء بيهمني؟ لانه انا بيهمني اني انا سواء ضفت اسيد ولا سواء ضفت بيس، بكلا الحالتين يكون قادر على التعامل مع التغير في البي اتش. ما بيهمني انه والله يكون كله اسيد ويتعامل لي بس مع بس، يعني يكون في المحلول كله اسيد ويتعامل بس مع البيس، لا انا ما بدي اياه هيك، لا بدي اتعامل مع الاسيد ومع البيس حتى احكي عنه محلول منظم فعال. وهذا الشيء بتحقق لي لما يكون كونسنتريشن متساوي. طيب هون بنفس، خلينا نرجع برضه نربط المعلومات، او هي يعني نطلع برضه نخليها موضوع فهم. لو هون انا حكينا هذا افضل محلول منظم، خلينا نشطب هذول، خلص هذول حكيناهم مش افكتيفنس. لو خليت الكونسنتريشن اللي ضفته انا 15 ب 15، لو خليته 15 ب 15 وضفت على المحلول الثالث، هل الاسيد في حال ضفت قاعده 15 مول حتتفاعل مع الحمض ال 10 مول، فحيطلع عندي 5 مول، هاي ال 5 مول حتغير لي البي اتش، هاي نقطة. والأسيد نفس الإشي، لما أضيف أسيد 15 مول حيتفاعل لي مع القاعدة ال 10 مول، فبضل عندي 5 مول ما تفاعلت مع حدا فحتغير لي البي اتش. فبالتالي هون بنستنتج إنه كل ما كان الكونسنتريشن تبع المحلول المنظم اللي عندي أكبر، كل ما كانت فاعليته أكبر. يعني لو كان عندي الكونسنتريشن هون 50، هنا 50، لو شو ما أضيف، شو ضفت 15 ولا 20 ولا 30، أظل قادر إني أحافظ على على البي اتش بدون أي تغير. فإذا العامل الثاني اللي بيعتمد على الإفكتيفنس للبافرنج سيستم هو الكونسنتريشن للأسيد والكونجيجيت بيس. كل ما كان الكونسنتريشن أعلى، كل ما أنا عندي القدرة أكبر إني أواجه أي زيادة. تمام، هاي حكينا البي اتش، حكينا البي كي اي. تمام، هاي هنا نرجع للسلايد، نمشي عليه بشكل سريع. انا هيك يعني بشكل عام لخصت الموضوع كامل. طيب، انا عطيني على الزوم انه ضايل اقل من دقيقه وحضرت. تمام، حكينا عن البي كي اي، حكينا البي كي اي هو نفس فكره البي اتش، البي فاليو للكي اي او بوتنشال اوف كي اي. حكينا نستخدمه لحتى انا اتعامل مع ارقام بسيطه، ما اتعامل مع اسس. حكينا يعني زي ما بنعرف اساسيات الرياضيات، اتخلص من الاسس ادخل اللوغاريتم، هاي هي الفكره. فاذا نحفظها، اذا هاي المعادله حفظ انه ماينس لوغاريتم، ممكن يكتب لك اياها كتابه انه البي كي اي ايكوالي ماينس او بلس لوغاريتم الكي اي، غلط، لازم ماينس، يعني هاي بيلعب فيها الدكاتره. النقطه اللي بعديها بيحكي لي البي كي اي انه هو البي اتش لما يكون عندي 50% من المحلول صار له تفكك. هل هذا شيء منطقي؟ هل هو يعني شيء جديد علينا ولا نفس اللي حكيناه؟ نفس اللي حكيناه. ليش؟ لانه بالهندرسون الكويجن اللي احنا اشتقيناها انه لما يكون عندي 50% صار له تفكك، يعني صار مثلا حكينا حطينا 20 مول، 50% صار منه تفكك، يعني صار 10 كونجوجيت بيز وضل 10 اسيد. فلما قسمنا 10 على 10 صار لوغاريتم للواحد فصار صفر، فصار البي كي اي سوينا بي اتش. فهاي الجمله منطقيه، اثبتناها رياضيا واثبتناها عمليا. وحكينا هو البي كي اي انا بستخدمه كيسهل التذكر والتعامل. وزي ما حكينا كل ما كان القوة الأسد أقوى كل ما كانت الكي اي أقوى، والعكس صحيح، كل ما كانت الأسد أقوى كل ما كانت البي كي اي أقل. نفس فكرة البي اتش، إذا هذول بيربطوهم الدكاترة وبيخربطوا الطلاب. أي نقطة اثنين؟ أي واحدة؟ طب احنا خلينا نخلي الاسئله بالاخير، يعني بس اخلص الفكره كامله بحيث انه ما نتشتت، ونشوف اذا حد عنده اي اسئله برجع لها. فاذا احنا زي ما حكينا البي كي اي هو انا بتعامل مع رقم اسهل من اني اتعامل مع الكي اي، لانه كلها اسس وارقام جدا صغيره فانا ما بحب اتعامل معها. هاي نقطه. النقطه الثانيه انه كل ما كان الاسيد قوي كل ما كان سترونجر كل ما كان الكي اي اكبر، وكل ما كان الأسيد أقوى كل ما كان البي كي اي أقل. يعني الريليشن بين الكي اي والبي كي اي عكسية،
الريليشن عكسيه بين البي كي اي والكي اي، نفس فكره البي اتش والاتش، حكينا البي اتش والاتش الريليشن بيناتهم عكسي، كل ما زاد الهيدروجين كونسنتريشن قل عند قيمه البي اتش، كل ما قل الهيدروجين كونسنتريشن بزيد عند قيمه البي اتش. مشان هيك الارقام القليله بعتبرها منطقه الحموضه، والارقام الكبيره اللي فيها الارقام الكبيره من البي اتش اللي فيها الهيدروجين قليل بعتبرها منطقه القاعديه. مشان هيك لازم نعرف، والدكاترة بيجيبوها، يعني هذا أحد الأسئلة اللي جتنا يعني قبل 6 سنين، أحد الأسئلة اللي جتنا إنه ما إنه بيجيب لك هاي الخيارات وبخربطك فيها، إنه بي كي اي ريليشن للكي اي ريليشن للأسيد. فهذا النقطة مهمة، خلينا نكتبهم هيك نلخصهم إحنا على طرف السلايد بحيث إنه نقدر نجاوب السؤال ونجي. فهي يعني بناء على اللي شرحناه كله المفروض هذا المنحنى صار بالنسبة لنا بسيط. ليش؟ خلينا نقرأ المكتوب على جنب المنحنى بعدها نيجي على المنحنى. بيحكي لنا الماكسيمم بافرنج كاباسيتي موجود لما يكون ايش عند البي اتش يساوي لنا البي كي اي. ليش؟ لانه كلام منطقي، لانه عند هاي النقطة البي اتش لما يساوي لنا بي كي اي بصير يكون الكونجيجيت بيز يساوي لنا الاسيد. فالكونجيجيت بيز يساوي لنا الاسيد. هي هون اللي هو الهندرسون، هاي هي الهندرسون إكويجين. حكينا لما الكونجيجيت بيز يساوي لنا الكونجيجيت اسيد بكون البافرنج سيستم افضل إشي، وحكينا لما يكونوا متساويات بصير عندي لوغاريتم للواحد لوغاريتم صفر. فايش بيطلع عندي؟ بلاحظ انه البي كي اتش يساوي لنا البي اتش. هذا ايش المكتوب هون؟ انه الماكسيمم بافرنج كاباسيتي بتكون لما البي اتش يساوي لنا البي كي اي. ايش يعني البي اتش يساوي لنا البي كي اي؟ يعني الكونسنتريشن اوف للحمض يساوي لنا الكونسنتريشن للكونجيجيت بيز. هذا الموجود في المنحنى هون. خلينا نتبع حبة حبة في المنحنى. هون عندي البي اتش، طبعا هذا المنحنى ما حيجي على سؤال ولا حيجيك، ولكن حاشرحه لانه في كثير ناس يعني كانوا يسالوا عليه. هنا عندي الواي اكسس عندي البي اتش، وعندي هذا المنحنى. طبعا هذا هاي الارقام محطوطه عن طريق التجربه، هم جابوا وجربوا عده محاليل. هو تقريبا عن نفس الفكره اللي شرحتها قبل شوي. عندي هون المحلول الاول نعتبره، وهنا نعتبره المحلول الثاني، هنا نعتبره المحلول الثالث. عندي هذا الاسيتيك اسيد، هذا الاسيتيك اسيد اسيد ويك اسيد، حطيته في 3 محاليل مختلفه. في المحلول الاول البي اتش تبعته كانت 2، فالوسط ايش؟ حمضي. فلما يكون وسط حمضي هل هو حيتفكك؟ لا لا لا، كونجوجيت بيز ما حيتفكك لانه الوسط حمضي، فحيكون تركيز الحمض اعلى من تركيز الكونجوجيت بيز. هنا نحكي هنا الأسيد، هون الأسيد عالي، نرمز للبيز بالبي وحتكون واطية. إذن عند البي اتش 2 اللي في المحلول الأول هو وسط حمضي، بالوسط الحمضي عندي بيكون تركيز تركيز الحمض أعلى، تركيز البيز أقل. كل ما ارتفعت بالحموضة بالبي اتش، كل ما زادت البي اتش يعني قللت عدد الهيدروجين الموجود في المحلول concentration of hydrogen، كل ما انا زادت القاعدية. فانا هون زادت عندي القاعدية للمحلول، وزادت عندي ايش؟ او الاسيد عندي قلت، الاسيد قل عندي. فعند هاي النقطة فينا نحكي تقريبا عند هاي النقطة لاحظت انه الكونسنتريشن للحمض يساوي لنا الكونسنتريشن للقاعدة عند البي اتش. عند هذا البي اتش اللي هو تقريبا 4.7، عند ال 4.7 لاحظت انه الكونسنتريشن للأسيد يساوي لنا الكونسنتريشن للكونجيكيت بيس. طيب انا رفعت البي اتش اكثر، رفعت البي اتش مثلا لهون وصلناها ل 8. أنا خليت الوسط قاعدي، وسط قاعدي يعني الهيدروجين فيه قليل جدا جدا. فلما يكون الهيدروجين قليل فحيكون القاعدة أكثر من الحمض، فأنا حيكون عندي البيز أكثر من الحمض، أكثر من إيش؟ والحمض يكون قليل، البيز عالي والأسيد قليل. هاي هون فكرة المنحنى، إنه فكرة المنحنى بداية الاختبار اللي عملته أنا بلشت ببيئه قليله، بيئه قليله يعني هيدروجين كونسنتريشن عالي يعني وسط حمضي، فتركيز الحمض اعلى. كل ما رفعت البي اتش بقل الحمض وبزيد القاعده لحد ما وصل عند 4.7. عند ال 4.7 لاحظنا انه الهيدروجين التركيز الاسيد يساوي لنا تركيز الكونجيجيت بيس، ولما رفعنا البي اتش اعلى صار يقل تركيز الاسيد وزيد عندي تركيز الكونجيجيت بيز، وهكذا لحتى تقريبا يصير يعني كومبليتلي ديسوسيشن او بارشلي ديسوسيشن للاسيد للكونجيجيت بيز. هاي هي فكره المنحنى. انا ايش بيهمني من هذا المنحنى؟ طبعا هو مش مهم يعني ما حيجي عليه اسئله ما حيجيكم، ولكن احنا موجود حنشرحه.
تمام. فاذا هنا انا ضليت ارفع البي اتش لحتى لاحظت انه عند هاي النقطه الكونجوجيت اسيد يساوينا الكونجوجيت بيز. فلما اجيت قست البي اتش في هاي النقطه وجدتها 4.7، ولقيت انه بهاي النقطه انه البافرنج سيستم شغال بشكل كثير ممتاز. فانا من هون استنتجت هاي القاعده انه لما يكون البافرنج لما يكون الاسيد يساوينا الكونجوجيت بيز تمام بيكون الماكسيمم ماكسيمم افكتيفنس للبافرنج سيستم. حكينا ليش، وبنفس الوقت جبت هاندرسون وطبقت القاعده، حكيت هذول متساويات طبقت هاندرسون لوغاريتم للواحد، فاذا البي اتش يساوي لنا البي كي اي. هسه هون مثلا هون لو حط لي قيمه هون ما حيجيب اسئله زي هيك، ما حيجيب. لو حط لي قيمه هون اعطاني كونسنتريشن للقاعده وكونسنتريشن للحمض، فانا بقسمهم مع بعض وباخذ اللوغاريتم، فبصير عندي البي اتش يساوي لنا البي كي اي زائد ناتج اللوغاريتم. يعني هون هاي بطلت هاي بطلت زيرو، صار لها قيمه. فانا لما غيرت بطلوا متساويات صار للوغاريتم قيمه، فالبي اتش صار يساوي لنا البي كي اي زائد قيمه اللوغاريتم، بطل متساوي. متساوي فقط في حاله واحده، البي اتش يساوي لنا البي كي اي في حاله واحده لما يكون الكونجوجيت بيز يساوي لنا الاسيد. هذا هو المقصود. هسه طب في حد حيسال طب شو الهدف من المستطيل الاحمر؟ هسه المستطيل الاحمر هون لاحظوا انه في حدود هذا الرينج، يعني لو تغير الكونسنتريشن بشكل بسيط بين الحمض والقاعده ما عنده مشكله، وبكون الافكتيفنس برضه ممتازه، يعني بكون الافكتيف للبفرنج سيستم مقبوله وشغاله 100%، اللي هي بين تقريبا يعني انه هي الاوبتيمال هي 4.7. فانا من 5.2 ل 4.2 بهذا الرينج اي بي اتش بعتبره ممتاز لهذا الاسيتيك اسيد، لهذا الحمض اللي عندي انه يكون لي بافرنج سيستم. تمام. في حد عنده سؤال على المنحنى بما انه يعني الاغلب كان بيعاني مشاكل منه؟ سريع سريع يا جماعه عشان نمشي. سؤال بسيط والله، المشكله زي ما حكيت يعني ما بيجي علي اسئله هذا المنحنى نهائيا. هسه ممكن نمط من الاسئله انه يجيب لي هسه ممكن يعني مثلا يحكي لي او لا ما انتم اخذتوش هاي التفاصيل، يعني مثلا انه انتم لازم تكونوا عارفين حموضه الدم انه من 7.3 ل 7.4. فانا بعطيك مركب بحكي لك البي كي اي، بعطيك عده مركبات وبعطيك البي كي اي لها مثلا، يعني هاي واحد نمط من الاسئله يعني هسه الفته صراحه. بعطيك عده مركبات البي كي اي لها، واعطيتك البي اتش مثلا، سؤال حلو صراحه يعني ممكن يجي انه اعطيتك البي اتش يساوي لنا مثلا 7، بي اتش يساوي لنا 7، اعطيتك عده مركبات، المركب الاول الثاني الثالث الرابع، اعطيتك لكل مركب الكي اي تبعته. فانا حاسالك اي واحده من المركبات حيكون بافرنج سيستم ممتاز في هذا البي اتش، فانا باخذ اقرب بي كي اي للبي اتش، لانه كل ما كانت البي اتش قريب للبي كي اي فانا بعرف ان الكونسنتريشن للاسيد يساوي لنا تقريبا الكونسنتريشن للقاعده. فهذا يعني السؤال يعني الوحيد اللي ممكن يجي على هيك رسمه او على هيك على 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 هذا الموضوع. وصراحه يعني اذا اجاكم هي يعني اعطيتكم الفكره انا. تمام. بعدها البافرنج زي ما حكينا البافرنج بيكون ريزيستنت، حكينا عرفنا المحلول المنظم هو بيقاوم التغير في البي اتش لما اضيف حمض او قاعده للمحلول، وحكينا البافرنج لازم يتكون، هاي شرط اساسي من ويك اسيد وكونجوجيت بيز. ليش ويك اسيد؟ لانه لازم يكون في جزء ما يصير له تفكك، اذا صار تفكك كامل صار سترونج اسيد فما بقدر استخدمه للبافرنج. تمام. البافر بيعمل عن طريق انه لما انا بس اضيف اسيد الاسيد حيتفاعل مع الكونجوجيت بيز فبيمنع تغيير البي اتش، والعكس صحيح، لما اضيف قاعده القاعده حتتفاعل مع الحمض الموجود في المحلول فبتمنع انه يصير تغير في البي اتش. وبرضه هذول اللي حكيناهم تو فاكتورز اللي مهمات اللي بيحددوا الافكتيفنس للبافرنج، اللي هو البي كي اي بالنسبه للبي اتش. حكينا كل ما كان البي كي اي تساوي البي اتش
كل ما كانت قريبة من بعض كل ما كانت الإفكتيفنس أعلى. والكونسنتريشن زي ما حكينا إنه مثلا لو رفعنا الكونسنتريشن ل 50 فأنا شو مضيفت حأقدر أقاوم، بعكس لما كان 10 ب 10 لما أخليه 50 ب 50 أفضل إلي. فكل ما كان الكونسنتريشن أعلى للمحلول كل ما كان قدرته على المقاومة أكبر. تمام، وهذول بيجوا طاعة دائرة، فإنه عرفوهم مهمين. الهندرسون كويجن برضو احنا حكينا عنها. هسه هون بيحكي هون برضو نفس ما حكينا انه البي اس يساوينا البي كي اي لما يكون في عندي ديسوسيشن بنسبة 50%، يعني نفس الكلام ما في اي شيء جديد. هون هاي النقطة بيحكي لنا اذا كانت البي كي اي اكثر بواحد او اقل بواحد من البي اتش بتقل قدرة البافرينج سيستم بنسبة 33%، يعني فاعليته بتقل بنسبة 33%. يعني ايش؟ يعني مثلا لو كانت البي اتش 7 عند هون 7 وهون البي كي اي مثلا عندي 5، نحكي 5، فهون البافرينج سيستم حتقل شو اسمه الافكتيفنس تبعته ل 33%، لانه في عندي فرق بيناتهم اثنين او واحد، يعني اكثر من واحد الفكرة. اذا كان الفرق بس واحد يعني 6 هون مثلا، خلينا نكون دقيقين، لانه اذا صارت 5 الافكتيفنس حتقل اكثر واكثر. اذا كان الفرق بيناتهم واحد فالافكتيفنس حتقل تقريبا بنسبه 33% عن الماكسيمم كاباسيتي او القدره الماكسيمم للبافرنج سيستم. عشان هيك احنا لحتى نحكي انه البافرنج سيستم عندي ممتاز لازم اقارن البي كي اي مع البي اتش، كل ما كانوا قراب من بعض يكون البافرينج سيستم عندي ممتاز. خلصنا هيك الجزء الأول. آخر مرة، في حد عنده سؤال بالجزء الأول قبل ما نروح للكيميكال بونز؟ نسبة التفكر 50%، نفس اللي حكينا أنا عديت عنها لأنه شرحت أكثر من مرة. هنا بيحكي إنه البي اتش يساوينا البي كي اي. إيش معنى إنه البي اتش يساوينا البي كي اي؟ يعني عندي الكونسنتريشن للأسيد يساوينا الكونسنتريشن للكونجيجيت بيس، يعني هنا متساويات فصار لوغاريتم واحد، اللوغاريتم الواحد زيرو، فالبي اتش يساوينا البي كي اي. هذا المقصود في هاي الفقرة، إنه أنا لما أحكي البي اتش يساوينا البي كي اي يعني لازم اعرف لما يحكي لي هاي المعلومه ان صار عندي تفكك بنسبه 50% للحمض. يعني مثلا ضفت 20 مول من حمض معين، هذا الحمض تفكك منه 10 وضل منه 10، هاي ال10 الاسيد وال10 الثانيه كونجيجيت بيس، فانا بعتبر 50% صار له تفكك. فهون بحكي انه البي اتش تساوينا البي كي اي. ليش؟ لانه 10 على 10 1، لوغاريتم الواحد 0، البي اتش تساوينا البي كي اي. أي سؤال؟ أنا ما فهمت المكتوب قبل، فيها وضحت 50%؟ هي نفس اللي حكيناه، يعني هو بس إنه حطها بالرقم بس. ليش لما نزيد ال بي اتش، بي اتش مش الأوباتش، أو بي اتش. تمام، نرجع على الرسمة نشوف. تمام، هسه احنا حنروح الجزء الثاني من المحاضره، هي الكيميكال بونز اللي الروابط الكيميائيه. زي ما بنعرف عندي بين اي ذره في اي مركب، الذرات في اي مركب في بيناتها قوه ترابط، اتراكتيف فورس، قوه تجاذب. هاي القوه التجاذب تنشا لاحد الاسباب الثلاثه، اما هذا هاي الذره تحتاج الى انها تكسب الكترون لحتى يكتمل مدارها الاخير، او انها تخسر الكترون لحتى تستقر ويكتمل مدارها الأخير، أو إنها تشارك تعمل شيرينج بإلكترون مع أذر أتومز. فإذا الكيميكال بونز إما بتكون إني أكسب إلكترون، أو إني أمنح إلكترون، أو إني أشارك إلكترون. وعندي الروابط الكيميائية بشكل عام بقسمها لقسمين، أيونيك بونز والكوفالنت بونز.
أيونيك والكوفيلانت. في طبعا أصناف ثانية أو كلاسيفيكيشن ثانية يعني اللي هو بنحكي الهيدروجين بوند والفان ويل دير فان دلوير فوريس، برضو هذول يعني أنواع فينا نحكي فرعية مش أنواع رئيسية، حنجي عليهم. المهم إذا إحنا بشكل أساسي عندنا أيونيك بوند وعندي كوفيلانت بوند. الأيونيك بوند هو الرابطة الأيونية، هي اللي بتنشأ عن بسبب انتقال الإلكترون من مدار ذرة إلى مدار ذرة أخرى. فمثلاً نحكي الصوديوم، الصوديوم بيحتوي في مدار الأخير فقط 1 إلكترون، والكلورايد بيحتوي في مدار الأخير 7 إلكترونات. فهل أنا بحتاج والله هل أنا أحكي للصوديوم اكسر 7 إلكترون ولا أني أفقد إلكترون؟ أسهل إشي للصوديوم أنه يفقد الإلكترون، فالصوديوم حيفقد الإلكترون ويمنح للكلور، فالكلور عنده 7 وكسب إلكترون فاكتمل المدار عنده ب8 فوصل لحالة الاستقرار. الإلكترون كلنا نعرف شحنته سالبة، فالكلور لما كسب إلكترون صارت شحنته سالبة، والصوديوم لما خسر إلكترون صارت شحنته موجبة. وهنا فتكون بيناتهم رابطة أيونية. هاي الرابطة الأيونية سببها إنه صار عندي فقد للإلكترون والأتوم الثاني أخذ الإلكترون. وإذا بنلاحظ هون عندي قطب موجب عندي قطب سالب. فهنا بحكي عن الأيونيك بوند دائما 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 الأيونيك بوند بولر، دائما بولر الأيونيك بوند بولر. إيش يعني بولر؟ يعني قطبي، يعني في عندي قطب موجب في عندي قطب سالب، زي ما هو موجود عندنا هنا قطب موجب وعندي هون قطب سالب. هسه الأيونيك بوند له خصائص الأيونيك بوند، حتى أحكي والله إنه هذا أيونيك بوند، هل إنه هاي رابطة أيونية؟ هسه ممكن هاي الخصائص ما تجيكوا تطبيق عملي، ولكن بيجيكوا سؤال كتابي إنه بيجيب لك كل مما يلي خصائص الأيونيك بوند باستثناء. أنت بدك تكون إيش عارف هذول المعلومات. أنت يعني أنا بدي إياك تكون عارف إنه بشكل أساسي الأيونيك بوند بيكون بين الميتلز والنان ميتلز، ما بيكون ميتلز مع ميتلز ولا نان ميتل مع نان ميتل، إنما ميتل مع نان ميتل. هي أول نقطة بدي إياك تكون عارفها. ثاني نقطة بدي إياك تكون عارفها هسه التسمية، يعني إحنا بنحط الميتل بالبداية وبعدها النان ميتل، يعني أو بطريقة ثانية بنحط البوزيتيف في البداية وبعدها بنحط النيجاتيف، الصوديوم بوزيتيف في البداية وبعدها الكلورايد نيجاتيف في النهاية. التسمية مش كثير مهمة ولكن نعرفها. والإشي الأهم اللي بدي إياك تعرفه إنه الأيونيك حكينا هو بولر، أي أيونيك بوند هو بولر، فبما إنه بولر فهو حيقدر إنه ديسولف في الووتر، بيقدر إنه يذوب في الووتر. هسا الووتر نعتبره بولر، ليش نعتبره بولر؟ حنحكيها كمان شوي، بس إنه احفظوا لي هاي هسا مبدئيا خلينا نحفظها حفظ، بس حشرح لكم إياها لحتى تفهموها فيهم. إذا الأيونيك بوند هي بولر، فبالتالي هي بتذوب في الووتر بأي محلول بولر. هاي النقطة برضو لازم تحفظوا ليها. هون زي ما بنعرف يعني زي إذا أخذتوا بالتوجيه المحاليل الكهرولية وهاي الأمور إنه بيوصل الإلكتريسيتي لما يتفكك مثلا صوديوم كلورايد، صوديوم بوزيتيف كلورايد نيجاتيف، بس هاي مش مهمة إلي. وبرضو في حالة السوليد بيكون لي على شكل كريستال، برضو هاي مش مهمة، أنا بهمني هاي النقطة وهاي النقطة، والتسمية نعرفها احتياطاً، هذول النقطتين مش كتير مهمات. تمام. الكوفيلنت بوند هي الرابطة التشاركية، sharing بيصير بين two atom، ما two atoms هذول مش فما في واحدة منهم قادرة إنها تسحب الإلكترون لإلها، فبيعملوا تشارك بيناتهم لحتى الاثنين يستفيدوا من هاي الرابطة. هسا الكوفيلنت بوند عندي نوعين من الكوفيلنت بوند، ممكن تكون بولر ممكن تكون نان بولر. البولر طب ايش بولر؟ ليش بولر؟ هي رابطة تشاركية. هسا حنحكي ليش بولر. هسا نجي هنا نشرح على هاي الرسمة. عندي ال H2O مثال H2O، هاي زي ما حكينا قبل شوي ليش انه الايونيك بوند بتذوب في الووتر، لانه الووتر بولر. هسا حنحكي ليش انه ووتر ليش انه بولر. اذا ال H2O نكتبها ملاحظة كوفيلنت بوند أو بولر كوفيلنت بوند الووتر، مهم نعرف هاي النقطة. ليش؟ لأنه لاحظوا إنه الأكسجين عنده إلكترونيجاتيفيتي عالية مقارنة بالهيدروجين. إيش هي الإلكترونيجاتيفيتي؟ هو قدرة الذرة
على سحب الإلكترون لحتى يدور في مدارها فترة أطول. يعني مثلا نحكي أنه هذا الإلكترون المتشاركين فيه مع بعض حيلف بالأكسجين دقيقة ونص، حيضل في الأكسجين ونص دقيقة حيكون إيش في الهيدروجين. فأنا يعني نسبياً إحنا بنحكي نسبياً إيش حيتكون عندي، بما أنه هون الإلكترون حيصير يقعد فترة أطول، فنسبياً هون تكون في هذا القطب شحن سالبة slightly negative صار الأكسجين، لأنه الإلكترون بيقعد في مداره فترة أطول. ليش؟ إيش السبب؟ سبب الإلكتريكال تبعته وقدرته على جذب الإلكترون. هسه ممكن حدا هسه ممكن واحد يسأل، طيب بما إنه الأكسجين عنده قدرة كبيرة إنه يسحب الإلكترون باتجاهه، طيب ليش ما صار أيونيك بوند؟ الجواب إنه ماشي، هو قدرته هو الإلكترونيجاتيفيتي له أكبر من الهيدروجين، ولكنها مش كافية للدرجة يلي بتخليه يقدر ينتزع الإلكترون من الهيدروجين. لهيك بيتشارك مع الهيدروجين برابطة تشاركية بتكون بولر، يعني هو بيأخذ الحصة الأكبر، بخلي الأيون يرتبط أو الإلكترون يمشي في مداره لفترة أطول، فبيكتسب شحنة relatively negative مقارنة بالهيدروجين يلي الإلكترون ما حيقعد في فترة طويلة، مقارنة بالهيدروجين اللي حيكتسب relatively positive charge. هو بسبب هيك صار عندي قطبية، صار عندي قطب موجب، صار عندي قطب سالب، مشان هيك بنحكي عندي الووتر بولر. فإذا لايك ديزولفز لايك، المذيب مذيب شبيهه. فإحنا لما نحكي الووتر بولر، فأي إشي بولر حيقدر إنه الووتر يعمل له إذابة. فإذا الأيونيك بوند هي دائما بولر، فإذا أي أيونيك بوند بيقدر يذوب في الووتر. أي بولر كوفالنت بوند ثاني غير الووتر تقدر تذوب في الووتر. تمام. لحد الآن أمور تمام. في حد عنده أي مشاكل؟ هيوقف بعد دقيقة. خلينا نطلع ونرجع على نفس الرابط. تمام. خلينا نكمل إحنا. النوع الرابطة اللي بعدها اللي هي hydrophobic interaction، هاي نعتبرها medical term إلنا. hydro يعني water، phobic من فوبيا، واحد نحكي واحد عنده فوبيا بيخاف، فهو الكاره للماء، يعني التفاعل الكاره للماء. من هو التفاعل الكاره للماء؟ اللي هو النون بولر groups. حكينا النون بولر ما بيقدر يكون الهيدروجين بوند مع الووتر، فبالتالي بعتبره انسوليبل في الووتر، هو لا يذوب في الماء. هذا هو الهيدروفوبيك انتراكشن. في عندي هيدروفيليك، مصطلح ثاني، هيدرو ووتر، فيليك محب للماء. الهيدروفيليك نكتبها بي ال هيدروفيليك، اكتبوها عندكم، معناها محب للماء. مثال على الهيدروفيليك، البولر الايونيك بوند والبولر كوفالنت بوند، هذولا مثال على الهيدروفيليك، بينما مثال على الهيدروفوبيك هو النون بولر. ولكن هنا طيب نو افينيتي بتوين النون بولر سبستانس، هسه هون بيحكي لنا انه النون بولر سبستانس يعني مولكيول نفسها النون بولر، هل في بيناتها اي اتراكتيف، في اي بيناتها اي تفاعل؟ وجدوا انه ما في اي ارتباط او افينيتي بين هاي المولكيولز الا اشي بسيط جدا. وجدوه هذا الاشي بسيط جدا وسموه، اطلقوا عليه هاي القوه فاندرويل فورس. هسه نرتب عنا، نكتب عنا اقوى ايون اكوا بوند اللي هو الايونيك بوند، بعديها الكوفالنت بوند، بعديها بيجي الهيدروجين بوند، واخر شيء اضعف شيء اللي هو فاندرويل فورس. هاي النقطة لازم نعرفها، بيجي عليها سؤال انه مين اقوى من اضعف. طب شو هو الباندر والفورس؟ هسه هون هي طبعا نظرية صراحة يعني مش كثير دقيقة، ولكن احنا بما انها موجودة عندنا لازم نشرحها. هسه هون فرضوا، هسه عندنا هون جزيئ وايون، هاي مدارين عندهم
وهون عندي الايون، هاي الذره، هاي المدار الاول، هاي المدار الثاني. هسه لا، هسه كل مدار يحتوي على على مجموعه من الالكترونات، وكل مدار سرعه الالكترونات بتختلف من مدار من مدار لمدار. فمثلا فهون مثلا ما اني ما بعرف صراحه السرعات، ولكن السرعات بتختلف من مدار لمدار. فلاحظوا انه في جزء من الثانيه في لحظه معينه بيلتقي الالكترون الموجود في هذا المدار بيكون بنفس الجهه للالكترون الموجود في هذا المدار، يعني هون الالكترونات الموجوده في هذا المدار كلهم الالكترونات في المدار في المدارات المتعدده بيلتقوا بقطب واحد في لحظة معينة من الزمن، يعني إشي كثير قليل، في أقل من ملي سكند، يعني أجزاء من الثانية. لاحظوا أنه بسبب السرعات المختلفة فبصير في عندهم تلاقي في قطب معين. فهون لما تتجمع الإلكترونات في هاي المنطقة كونت عندي شحنة سالبة نيجاتيف تشارج، والقطب الثاني ريلاتيفلي للقطب المقابل كونت بوزيتيف تشارج. وهنا نفس الشيء صار، انه لاحظوا انه هنا مثلا الايونات اتجمعت بهاي النقطه، وهنا ريلاتيفلي عملت لي نيجاتيف تشارج، هنا عملت لي بوزيتيف تشارج. فلاحظوا الباندر والفوريس انه في بين النان بولر الاتوم هي اتوم متعادل. طب اتوم متعادل كيف في قطبيه؟ هو هاي فرضيه شافوا انه بسبب سرعه الالكترونات في المدارات مختلفه انه في نقطه معينه يلتقوا في مكان معين في لحظه معينه، فكونوا عندي قطبيه سالبه في منطقه حتعمل اتراكتيف للقطبيه الموجبه مع الذره الثانيه. فهي هي سبب الباندر وال فورس، اللي هو عندي اتراكتيف فورس بين تو اتومز اللي هو نيوترال ما فيش عليها شحنات، ولكن في عندي اتراكتيف فورس ناتجه عن التجمع اللحظي للالكترونات في نقطه معينه. والسبب هذا التجمع اللحظي هو اختلاف سرعه المدارات تبعت الالكترونات. وهكذا بكون احنا خلصنا محاضره الدكتور جهاد. في حدا عنده اي سؤال للمحاضره؟ هنا زي ما حكينا انه في عندي هنا سألوا سؤال، هل في عندي attractive force، في عندي قوة تجاذب بين الذرات المتعادلة؟ فبالتجربة لاحظوا انه الذرة المتعادلة في لحظة من الزمن تتجمع الالكترونات تبعتها في قطب معين منها، يعني هي هون المدار الاول، هي المدار الثاني. فلاحظوا انه الالكترونات تجمعت في قطب معين فكون عندي النيجاتيفيتي، فصار عندي نيجاتيف تشارج نسبيا مقارنه بالقطب الثاني اللي ما بيحتوي الكترونات في هاي اللحظه، فصار عندي بوزيتيف تشارج. فبهاي اللحظه اللي بتكون فيها القطب نيجاتيف تشارج هيعمل اتراكتيف للبوزيتيف تشارج للاتوم الثاني، ولكن هاي يعني شيء لحظي، يعني انه اقل من ملي سكند وبيختفي فجاه، يعني اول ما يتحرك الالكترون وتروح النيجاتيفيتي بيختفي هاي القوه، عشان هيك القوه جدا جدا ضعيفه. وطبعا كل ما كان الذرات متقاربه من بعض اكثر، الديستنس بين الموليكيولز اكبر، كل ما كانت قوه الفورس اكبر. تمام، وضحت للي سال؟